بحضور دبلوماسي رفيع المستوى وممثلي لمنظمات المجتمع المدني والطلاب السعوديين المبتعثين لدولة الاتحاد السويسري، أقام سمو الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز سفير المملكة العربية السعودية لدى سويسرا مأدبة إفطار رمضانية بالعاصمة السويسرية بيرن، عكست مدى أهمية ومتانة العلاقات الدبلوماسية السعودية مع دول الاتحاد الأوروبي ودولة الاتحاد السويسري. حرصا من حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على القيام بخدمة الرعاية السعوديين والجاليات العربية والإسلامية، وتوطيدا للعلاقة التي تربطنا مع سويسرا الشقيقة، وددنا إقامة حفل هذا الإفطار لمشاركتهم هذه الأجواء التي نحرص على أنها تكون دائما في ظل الأخاء والمحبة والاحترام والصداقة المشتركة. هذه المناسبة هي دعوة للإفطار وفرصة لبيان مكانة المملكة العربية السعودية في قلوب المجتمع الدولي. سمو الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز أكد متانة وعراقة العلاقات السعودية السويسرية وتلك التي تربط المملكة أيضا بالاتحاد الأوروبي، مستشهدا بالحضور المتنوع والمتميز لمائدة الإفطار التي حضرها لفيف من ممثلي سلك الدبلوماسي وبعض الشخصيات المجتمع، مما يؤكد أواصر العلاقات الممتدة بين المملكة والمجتمع الدولي. نشكر صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز على هذه الدعوة الكريمة اللي خلتنا يعني نسترجع الذكريات بين أهلنا وفي الوطن، كلنا سعوديين هنا وإحنا لبعضنا. يعني بالتأكيد رمضان مختلف في الغربة عن البلد، وخصوصا نتكلم عن السعودية بلد مسلم، لكن بوجود هذه التجمعات سواء إفطار تبع السفارة السعودية أو إفطار مع إخوة العرب أو المسلمين تخلق لو بشكل جزئي جو من أجواء رمضان الروحانية. أنا عبد الله أبو الحسن طالب سعودي في المعهد الفيدرالي في زيورخ، حاب أشكر سمو الأمير منصور بن ناصر آل سعود على تنظيمه لهذا الحفل الرائع. الصراحة الحفل دخلنا في أجواء رمضانية كنا مفتقدينها هنا في غربتنا في سويسرا، والحمد لله وجدنا أنفسنا بين الأهل والأخوان، والله يعطيهم العافية على التنظيم الرائع لهذا الحفل، وإن شاء الله الله يجعل في ميزان حسناتهم. الأجواء الرمضانية التي شهدتها مأدبة إفطار سفارة المملكة العربية السعودية بالعاصمة السويسرية بيرن شكلت جوا عائليا بديلا في الغربة، خاصة للطلاب السعوديين المبتعثين، حيث يعتبر الإفطار الرمضاني الجماعي شكلا من أشكال التضامن والتكافل الاجتماعي في بلد يعد الصيام فيه طقسا خارجا عن الثقافة السائدة وسياق المجتمع. بحضور من السلك الدبلوماسي ومنظمات المجتمع المدني والصحافة الدولية عاشت العاصمة السويسرية بيرن أجواء رمضانية متميزة. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، بيرن.